من وطن الأخبار، جولة أخبارية جديدة نبدأها وإياكم دائما وأبدا من العناوين. بعد الاحتجاجات الدامية في الناصرية، الكاظمية تأخذ حزمة إجراءات بينها تعيين الأسدي محافظا لذي قار، وبيان الثوار يرفض إجراءات الحكومة. ورغم تأكيد واشنطن، بغداد تنفي التعاون الاستخباري في استهداف مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. كمجاملة للإقليم، البرلمان يؤجل عرض الموازنة للتصويت، ونواب يحذرون من غضب الشارع. وأخيرا، محاولة اغتيال فاشلة للنائب الكردي محمد أو غالب محمد علي، وكتلة التغيير تكشف عن تهديدات بالتصفية السياسية. مصطفى سعد يقرأ على مسامعكم التفاصيل. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت مبكر من صباح اليوم بيانا حول الأحداث التي تجري في ذي قار، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات كمقدمة للشروع في حملة كبرى لإعادة إعمار المحافظة. الكاظمي قال أيضا إن الإجراءات تضمنت تكليف عبد الغني الأسدي كمحافظ جديد وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، وبفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، مطالبا سكان المحافظة وعشائرها المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة. الكاظمي أضاف في بيان أن الحكومة ستقدم كل الدعم للمحافظ الجديد والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة ولتقديم الخدمات لمواطنيها. هذا وقد أكد المحافظ الجديد لمحافظة ذي قار عبد الغني الأسدي تكليفه بمنصب المحافظة، متعهدا بالعمل لخدمة المحافظة ولتقديم الخدمات لسكانها، مطالبا إياهم بالتعاون لإنجاز المهام. إلى أهلي وناسي وأخوتي وأبنائي في محافظة ذي قار، أنا الآن في موقع دولة رئيس الوزراء المحترم، وكلفت بإدارة مهمة محافظ لذي قار، وإن شاء الله سنكون في خدمة الوطن والمواطن ومحافظتنا المنكوبة الجريحة. وبعد هذا اليوم إن شاء الله لا نسمح لأنفسنا أن نقول بأنها منكوبة وجريحة. شكرا جزيلا. أعلن ثوار الناصرية رفضهم الإجراءات الحكومية وتعيين المحافظ الجديد لمحافظة ذي قار عبد الغني الأسدي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وجاء في بيان لهم إنه بعد الأحداث الدامية والمؤسفة التي شهدتها ذي قار، راح ضحيتها ما يقارب 8 شهداء وأكثر من 150 جريح، فإن أحرار الناصرية يواصلون احتجاجهم السلمي لليوم الخامس على التوالي، رغم ما تشهد المحافظة من قتل وقمع وعنف، للمطالبة بإقالة المحافظ الفاسد ناظم الوائلي ونوابه وكذلك مستشاريه وقائد الشرطة. البيان أشار إلى رفض تنصيب عبد الغني الأسدي كمحافظ، فيما طالب بإبعاد المحافظة عن المماطلة والتسويف، وإلى اختيار محافظ من أبناء المدينة يتمتع بكفاءة ونزاهة ووطنية واستقلالية. من جهة أخرى، أفاد مصدر حكومي اليوم أن صحة الاحتجاج في الناصرية طرحت اسمين كبديل للأسدي الذي لاقى رفضا كبيرا عند تكليفه محافظا للمدينة. وأضاف المصدر أن الشيخ حسين الخيون زعيم قبيلة العبودة في الناصرية أحد أبرز الأسماء التي طرحت كبديل للأسدي،
فيما طرح آخرون اسم الدكتور الباحث نجم طارش الغزي ليتولى منصب محافظ ذي قارة. ولفت المصدر إلى أن حسين الخيون ما زال رافضا بأن يشغل منصب المحافظ بعد أن توجهت إليه مجموعة كبيرة من المتظاهرين لإقناعه بهذا الأمر. هذا وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار قد أنهت يوما خامسا من الاحتجاجات ومن أعمال العنف ما أسفر عن استشهار 6 أشخاص وإلى جرح قرابة 170 آخرين، وذلك إثر الاحتجاجات وأعمال العنف التي وقعت في الناصرية في يومها الخامس على التوالي. وقالت مصادر طبية إن 100 مصاب من المتظاهرين و65 آخرين من صفوف القوات الأمنية، فيما امتلأت ردهات مستشفى الحبوبي بالمصابين. هذا وكان المتظاهرون قد هاجموا مقر الحكومة المحلية وقطعوا الطرق الرئيسية وسيطروا على جسري النصر والزيتون. في الأثناء قامت مجاميع من المتظاهرين في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قارة بقطع طريق الناصرية بغداد بواسطة الإطارات المحترقة. سبق ذلك مطالبة قائم مقام قضاء الناصرية منير طاهر الحكومة المركزية بوضع حل جذري لما يجري في المدينة وبالاستجابة لمطالب المتظاهرين ملوحا سعيد في حال لم تفعل ذلك. وقال طاهر في بيان له: إنما آلت إليه الأمور في الناصرية من مواجهات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وإصابة العشرات من الطرفين يهدد السلم الأهلي والتعايش في المدينة، داعيا إلى حلول جذرية لوقف سيل الدم ولتعديل الحياة، ملوحا بموقف أكثر تصعيدا في حال لم يتم الاستجابة من الحكومة المركزية. هذا وقد حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار، داعية رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف الدم والانفلات الأمني وإلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وقالت المفوضية في بيان إنها تابعت من خلال فريقها الرصدية الاحتجاجات في ذي قار وتفاقم أعمال العنف خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وسجلت أيضا استشهاد 5 أشخاص وإصابة 271 بينهم 147 من القوات الأمنية، وذلك نتيجة استخدام الرصاص والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة، إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وإلى غلق جسري الزيتون والكرامة. هذا وحذرت المفوضية من استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل وعدم قيام الحكومة المركزية والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن، سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والفوضى. من جهتها طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية باستدعاء القادة الأمنيين المسؤولين عن حماية ذي قار للاطلاع على ملابسات الوضع في المحافظة ولتقديم المقصرين إلى القضاء لنيل جزائهم العادل. ذلك في بيان لمكتب اللجنة أنها تستنكر الانفلات الأمني الخطير في محافظة ذي قار وتصاعد وتيرة الاحتجاجات منذ أيام ووقوع الضحايا من المدنيين والقوات الأمنية، مشيرة إلى أن ما يحدث دليل قاطع على فقدان السيطرة في مسك زمام الأمور ولضياع مبادئ حقوق الإنسان الدستورية باستخدام الحلول الترقيقية الضعيفة. هذا وشهدت عدد من المحافظات في الوسط والجنوب تظاهرات احتجاجية دعما للمتظاهرين في مدينة الناصرية، حيث شهدت محافظة الديوانية تظاهرات حاشدة تخللها عمليات قطع للطرق وسط انتشار أمني كثيف في أماكن تجمع المتظاهرين، فيما أحرق المتظاهرون الإطارات عند مقتربات الجسر المعلق وأمام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين. كما شهدت محافظة واسط مسيرات جماهيرية طافت أحياء ومناطق مدينة الكوت تضامنا مع احتجاجات ذي قار للمطالبة بمعرفة مصير المختطفين وبالكشف عن قتلة المتظاهرين.
الأستاذ محمد اللقاش انضم إلينا عبر نشرتنا نائب سابق عن محافظة الناصرية. مساء الخير أستاذ محمد. تحية طيبة مباركة ودعوة تقديم لكم وإلى مشاهديكم الكرام، حياكم الله. شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ محمد، بداية، تعتقد أن ما يجري بالناصرية اليوم، وهذا اليوم الخامس على التوالي، صراع على كرسي المحافظ لو شنو؟ الكل يعلم منذ أكثر من سنة ومنذ أن بدأت هذه المظاهرات، هذه الاحتجاجات في محافظة يقاط، وبعدين سارت المسار اليوم هذا الحالة الفوضى الموجودة في هذه المحافظة، وما ترتب على هذه المظاهرات عدد كبير من الضحايا والجرحى، وكذلك بالأموال العامة والأملاك العامة والخاصة. ودعونا الحكومة الاتحادية وفترة حكومة الأخ دكتور عادل وحتى هذه الحكومة وسائل الكتل السياسية أعضاء مجلس النواب العراقي الممثلين لهذه المحافظة أن يتخذوا بعض الإجراءات للحفاظ على السلم الأهلي في هذه المحافظة، ولكن يؤسفنا جدا، يراد لهذه المحافظة أن تبقى بحالة الفوضى العارمة الموجودة هذه الأيام، والتي تسببت كما قلت قبل قليل تسببت عن كثير من الضحايا من القتلى والجرحى. واليوم نجدد دعوتنا إلى الحكومة الاتحادية، وفي ذلك الوقت أيضا دعونا الحكومة السابقة حكومة الأخ الدكتور أن تعلن حالة الطوارئ في هذه المحافظة، وأن يكون هذا ملف التظاهرات، ملف الاحتجاجات، ملف كامل عندما يتم فتحه ويفتح بالكامل. أستاذ محمد، اليوم مصطفى الكاظمي اتخذ إجراء أنه عين الأستاذ الأسدي، سيد الأسدي اليوم كمحافظ، وبالتالي سوى لجنة مجلس مستشارين تنمية وإعمار المحافظة. هذا ما تعتقد أنه فد إجراء إيجابي نوعا ما لتهدئة الشارع شوي، لإعادة الثقة؟ أنا أعلم هو اتخذت بعض الإجراءات، ولكن كلها كانت حبر على ورق. يعني الكاظمي زار الناصرية لمدة 5 دقائق ثم رجع على بغداد، واجتمع في ذلك الوقت مع الإدارة المحلية في قاعة الإمام علي، واتخذ بعض الاجراءات، ولكن هذه الاجراءات لم تطبق على ارض. ما يحتاج لشويه وقت، يعني شويه خلينا نعطي وقت، فاليومين 3 4 اسبوع انتظر، ماكو مشكله يا ريت، ونامل من الاخ المكلف بالمحافظه ان ينجح، وسوف نساعده بكثير من الامور اذا بالفعل جاء لتصحيح بعض المسارات الخاطئه في هذه المحافظه. محافظه بيقار جنابكم تعلمون هي رابع محافظه من حيث تعداد السكان في البلد، وبها يعني مشاكل كثيره جمه في هذه المحافظه. من اهم هذه المشاكل اليوم هي قضيه البطاله. اليوم جناب تدري هذول الشباب اليوم بعمر الورود بعمر الزهور، هذول اليوم اذا لقوا فرصه عمل اعتقد يعني تحقق كثير من هذه قضيه الاحتجاجات ومن هذه الاثرات. هي مشاكل اخرى فيها بنى تحتيه اليوم صفر، اليوم خط يعني ثاني محافظه وثالث محافظه بما يخص قضيه خط الفقر، كثير من يعني من الملفات اليوم العالقه في امراض السرطان اكثر من 7000 مريض. زين، على عيني وعلى راسي كل هاي الملفات. اول شيء بدايه تحياتنا لكل اهلنا في ذيقار، هاي من تيمن عدو الشباب اللي استشهدوا ان شاء الله يا ربي للجنه، واللي باقين الله يرحمهم ان شاء الله بكل التفاصيل وبكل معنى الرحمه. بس اكو فت قضيه استاذ حضرتك نائب سابق، يعني هاي الملفات اللي ذكرتها هسه كنت انت كصوت لهذول الشباب يوم من الايام في مجلس النواب، واكو بالوقت الحاضر نواب عن محافظه الناصريه، ما طرحتوا هاي الملفات وناقشتوها كمتحدثين عن ذول الشباب بيوم من الايام؟ جنابك تعلم يعني في فتره من الفترات زين طرحت هذه الامور امام الحكومه، لكن كانت ما يعطى للناصريه خاصه من الموازنه الاتحاديه الشيء القليل. يعني زين اذا قضيه الفساد اليوم استشرف في خاصة في الحكومات المتعاقبة، الحكومات المحلية التي توالت على حكم الناصرية، الفساد اللي استشرى في هذه الحكومات واللي لم يفتح، يعني هذا الملفات أيضا الملفات لم تفتح هذه إلى حد هذا الوقت، يعني 18 سنة أيضا لم تفتح هذه الملفات الفساد الموجودة في هذه المحافظة. أنتوا دوركم وين؟ أنتوا دوركم وين كنواب؟ أنا هذا سؤالي، أنت اليوم كنائب تمثلني، وين دورك؟ اقول هذا السؤال دائما يطرح يعني في بعض الصحفيين. ما حد يعطي اجابه تقنع، وبعض الصحفيين وكانه يعني كانه ما يعرف اليوم عضو مجلس النواب شنو دوره. جنابكم تعلمون يعني عضو مجلس النواب دوره هو رقابي وتشريعي، وهذا ينصب على عمله في 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 المركز. زين عضو مجلس النواب ليس دوره اليوم دور المحافظ او دور عضو مجلس المحافظه او دور الاداره المحليه الموجوده في هذه المحافظات، ما يتحمل مسؤوليه هذا
اليوم الاداره المحليه الموجوده في المحافظه، وانما شنو شغلها اليوم؟ يعني تدري اليوم التدخلات اليوم من قبل اعضاء مجلس النواب الحاليين في الاداره المحليه اليوم تسبب واحده من المشاكل، واحده من المشاكل اليوم الموجوده في المحافظه. احنا ندعو اليوم اعضاء مجلس النواب ان يبتعدوا عن التدخل في شؤون المحافظه، في الاداره المحليه للمحافظه. جيب هذا المدير العام، ودي هذا المدير العام، صلح هذا المدير العام، رجع هذا، مو بهذه الطريقه. زين استاذ محمد، استاذ محمد حضرتك النواب معروف هو دوره رسابي وتشريعي، تمام حضرتك، يعني حضرتك اليوم جاوبتني جواب دبلوماسي نوعا ما، خلينا نسوي في سبيل خد وعين، على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي. اكو قضيه ثانيه، خلي شويه نحكي على اليوم الشباب. انا واحد من ذول الشباب، لما انا اليوم اريد اطالب بحقي اتمنى ما يزعلوا من عندي شباب ذي قار. يصير اجي اليوم اقطع جسر واقطع شارع واحرق شوارع واحرق ما اعرف ايش؟ خلاص التعليم منذ سنه ونحن حددنا، يعني بالفعل نحن، انا شخصيا مع التظاهره في صدق، مع التظاهره إيه بس بدون هاي الاعمال تجلب المنفعه. ولكن جناب السالم حتى المرجعيه الدينيه عندما كانت تدعو وتساند المتظاهرين في اذا تراجع كل خطرها وكل بياناتها تجد امام كلمه المتظاهر السلمي في كل خطرها، لم يترك المتظاهر على اطلاقه، وانما قالت المتظاهر السلمي. وبالفعل جناب السالم كثير من الناس بعد ان بدات الفوضى تعم في هذه المحافظه رجعوا الى بيوتاتهم، كثير من المتظاهرين السلميين رجعوا الى بيوتاتهم. زين منو بقى عاد بالشارع؟ منو اللي بقى بالشارع؟ اذا انت تقول انه المتظاهرين السلميين رجعوا، منو اللي بقى؟ من بقى بالشارع اقول لك وللامانه وللجمهور الكريم، من بقى بالشارع اليوم التيارات العقائديه المنحرفه، اليوم عصابات الجريمه المنظمه، اليوم جمهور بعض الاحزاب اللي اليوم رجل بالسلطه ورجل بالتظاهرات، واليوم الذين يزعمون ذول اللي لهم نحن استشارنا، يعني هم فد اسم جديد هم اضيف الى هذه المسميات الموجوده في محافظه قطار، احنا استشارنا. اليوم ذول هم شكلوا احزاب 26 وسجلوا في مفوضيه الانتخابات، ودخل على الخط ايضا المقاولين اليوم. بعض المقاولين من الناصريه دخلوا ايضا على الخط بدفع بعض الشباب، بعض المجموعات. وهذا اليوم كل الاجراء الاخير اللي صار بالناصريه، الاستحواذ على منصب المحافظ، هاي وحده. وقضيه اليوم جنابك بلي الاستحواذ على منصب المحافظ، والقضيه الثانيه هي قضيه زياره البابا. اليوم كثير من الاطراف لا تريد، لا ترغب ان ياتي الباب الفاتيكاني. يعني للاسف يعني ما كنت اتمنى اسمع هاي الجمله الاخيره، لانه مثل ما قلنا احنا قبل كم حلقه لما كان ويانا معاون وزير، يعني قلنا احنا دائما وابدا ويا كل الزيارات ولابد انه نسوق لهذه الزياره لكل العالم، حتى كل العالم تشوف شنو العراق وشنو تاريخ العراق. استاذ محمد اللقاش شكرا لصراحتك، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل. اهلا بكم من جديد. اذا تصدرت كتائب حزب الله استهداف مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقيه السوريه مؤامره امريكيه بدعم سعودي صهيوني، جاء ذلك في بيان لكتائب حزب الله قالت فيه ان العدوان الهمجي الامريكي بدا بطيران استطلاعي انطلق من قاعده الظفر الاماراتيه مرورا بالسعوديه، سبقت عمليه استهداف ابناء الحشد الشعبي، وهو امر يدل على ان السياسات الامريكيه العدوانيه تجاه شعوب المنطقه لا تتغير بتغير إداراتها، معتبرا الهجوم جريمة نكراء ومخالفة للقانون الدولي واستهانة بسيادة العراق. البيان طالب مجلس النواب والقوى السياسية بالتحرك الفاعل لطرد قوات الاحتلال الأمريكية ومحاكمة الخونة الذين يتواطؤون معهم. كما ردت وزارة الدفاع العراقية على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن تبادل معلومات بشأن الغارة الأمريكية في منطقة الحدود السورية، ونفت الوزارة حصول أي تبادل للمعلومات الاستخبارية بين العراق وأمريكا بشأن استهداف بعض المواقع على الحدود العراقية السورية، مشيرة إلى أن التعاون العسكري العراقي مع قوات التحالف الدولي محصور بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
من جهتها جددت وزارة الدفاع الأمريكية تأكيدها على أن الغارة على الحدود العراقية السورية تمت بناء على معلومات استخباراتية شارك في تطويرها الأكراد والعراقيون. وجاء في بيان للبنتاغون أن الغارة استهدفت فصائل شيعية يعتقد أنها متورطة بهجمات استهدفت أمريكان وشركاء لواشنطن في العراق. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لا ترغب بتدهور الوضع الأمني في المنطقة، وإنها ملتزمة بحماية الشعب الأمريكي ومصالح الشركاء. في تطور لاحق، أفادت مصادر أمريكية أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق رفع مستوى التهديدات للقوات الأمريكية في العراق، ووضع هذه القوات في قاعدة بلد في حالة تأهب قصوى. وقالت المصادر إن الأنشطة الضرورية سيكون مسموحا بها فقط في قاعدة بل من الساعة 6:30 مساء وحتى 5 صباحا بالتوقيت المحلي، مع فرض الوسائل الوقائية الإلزامية على أي شخص خارج المباني المحصنة في القاعدة. وبحسب المصادر الأمريكية فإن مثل هذا الوضع قد يستمر عدة أيام، ويأتي بمثابة إجراء احترازي روتيني تم اتخاذه بناء على الأوضاع الميدانية الحالية. هذا وتخشى القوات الأمريكية في العراق ردا محتملا على الضربات التي نفذتها على الحدود العراقية السورية. هذا وقد دان تحالف الفتح الهجوم الأمريكي ضد القوات العراقية على الحدود السورية مطالبا بموقف موحد لمواجهة هكذا اعتداءات. أكد ذلك المتحدث باسم التحالف أحمد الأسري في تغريدة على تويتر، قال فيها إن تكرار قصف تشكيلات الحشد الشعبي وثكنات القوات المسلحة العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية من قبل الجانب الأمريكي هو انتهاك صارخ للسيادة واعتداء مرفوض ومدان على الدولة ورمز السيادة، مطالبا بتوحيد المواقف من قبل الشعب والحكومة والقوى السياسية في مواجهة مثل هكذا اعتداءات. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحافي بيان إن حسين التقى من قبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي، وبحث انعكاساتها على المصالح المشتركة. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد وصل طهران صباح السبت في زيارة قصيرة يلتقي فيها عددا من المسؤولين الإيرانيين ويبحث معهم ملفات العلاقات الثنائية والأوضاع على المستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنب التوتر والتصعيد. الأستاذ غالب الدائمي كمحلل سياسي ينضم لنشرتنا لمزيد من المعلومات. مساء الخير أستاذ غالب. مساء الخيرات حبيبي. أستاذ غالب، نبدأ من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. كيف تقرؤون اليوم هكذا تصرفات أمريكية؟ شكرا جزيلا. مبدئيا يعني احنا نرفض، يعني كمواطنين كأكاديميين نرفض رفضا قاطعا استهداف أي قوات عراقية بغض النظر عن اسمها وعنوانها، المهم هي قوات عراقية مرابطة. ولكن الحكومة السورية تقول أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع داخل سوريا. الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة لم تؤكد أن الحدث داخل الأراضي العراقية. اللجنة الآن مشكلة معلوماتي من مكتب رئيس الوزراء، دائرة العمليات المشتركة، وزارة الداخلية، الدفاع، لمعرفة أين وقعت هذه الضربة. العراق للأسف الشديد منتهك السيادة، يعني القوات التركية تأتي وتخفف بعض القرى الكردية، قواتها وصلت إلى بعشيقة، أحيانا القوات الإيرانية تخفف
ترى في شمال كردستان في السليمانية الكتل السياسية نفسها انتهكت حرمة سيادة العراق، لم تبقى حرمة لهذا الشعب ولم تبقى حرمة للأرض. لأول مرة خلي نحفظ نحن حرمة بلدنا، وبعد ذلك نطالب الآخرون أن يحترموا حرمة هذا الشعب. للأسف الشديد، للأسف الشديد أكررها مرات ومرات، إنما وصل إلى العراق بسبب فشل وعدم قدرة الكتل السياسية أو الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق بشكل صحيح، ويعني وصنع زين أستاذ غالب كبيرة تمنع هذا الاعتداءات من أمريكا وغير أمريكا. أستاذ غالب، اليوم التبريرات الأمريكية والله إحنا ده نقصف قوة شيعية طالعة من الطور، طالعة من الاتفاقات. زين هاي التبريرات هاي من يصدقها؟ زين يجون اليوم الامريكان يقصفون قوات الحشد الشعبي اللي لازمه البلد، كل جندي يسوى راسهم. سعد العزيز، يعني القصف مستنكر من هاي الناحيه، خلي نكون على واضحين فيها. لكن ان يحدث القصف خارج حدود العراق، العراق ليس من شانه، ليس من شانه اذا كان خارج العراق، الا انه داخل العراق لا، هذا امر مستنكر. واذا كان خارج العراق الاستنكار يكون إنساني، دولة إلى دولة، عندما يحدث تفجير، عندما يحدث انتهاك، عندما تحدث أزمة، الدول عادة تستنكر وتتضامن. هذا الاستهداف إذا كان خارج الحدود العراقية، نحن نتضامن مع الشعب السوري، نستنكر الحدث من هذا الباب، لكن يكون داخل الحدود العراقية وعلى قوات عراقية، بغض النظر عن نوع هذه القوة، هذا استهداف وهذا اعتداء على قوة من قوى الشعب، من تشكيلات الجيش العراقي مرفوضة جملة وتفصيلة. لذلك أنا أقول أن سبب هذا الانتهاكات المستمرة للعراق، حدود العراق غير محمية 360 درجة، هو سبب الإدارات السابقة التي جعلت العراق منتهك بهذا المستوى. أستاذ غالب، تعتقد أن هناك جوانب مخفية من التعاون بين العراق وواشنطن، بالتالي أنه لا شوف، الحكومة العراقية واضحة وصريحة إنها لم تتعاون في هذا الجانب، ولكن الحكومة الأمريكية ولم تزود الحكومة الأمريكية بأي معلومات، ولا أعتقد إن الحكومة الحالية زودت الحكومة الجانب الأمريكي. لكن هو صراع إرادات، هناك مجاميع تمثل ربما محيط إقليمي وإرادات تمثل محيط آخر، وقدمت المعلومات. المنطقة مفتوحة وفيها قرى عديدة وفيها ناس كثيرين وفيها مختلف أقمار صناعية موجودة. أعتقد المعلومة التي تأتي عبر التقنية هي أدق وأفضل وأصدق من المعلومة التي تأتي عبر جاسوس، عبر وكيل يعمل بالوكالة لدولة ما. أنا لذلك أرجح أن القوات الأمريكية قصفت هذا المكان بناء على طائراته، فضلا عن أن هناك قاعدة أمريكية قريبا المحط أو منفذ التلف الحدود العراقية السورية من جهة الأنبار، قاعدة أمريكية كبيرة موجودة هناك، لذلك ليس بعيد المكان عن هذا القاعدة الأمريكية، وبالتالي ممكن معرفتها تقنيا الآن، التقنية الأمريكية والعالمية تحديدا تستطيع أن تكشف السلحة الدود على الأرض، النملة الصغيرة على الأرض تستطيع أن تكشفها، فكيف لا تستطيع أن تكشف مثل هذا الأمر؟ لذلك أنا أقول اتهام الحكومة العراقية أمر سخيف حقيقة، أقول هكذا لأنه لا حاجة للأمريكان، لكن الأمريكان للحكومة العراقية أن تعطيها معلومات، لكن السخافة الأكثر أن تعطي وكالة رويتر والبنتاغون الأمريكي حينما ينسب بعض المعلومات للحكومة العراقية، لم يعد أحد يصدقها، وكأننا تحاول أن تجعل الحكومة العراقية في الصف الأمريكي، في حين نرى أن الحكومة العراقية في الصف العراقي، لا في الصف الأمريكي ولا في الصف الآخر. استاذ غالب، هسه قبل شوي قريت بالاخبار انه وزير خارجيتنا راح لايران، بعدها قبلها كان بالسعوديه، وقال انه ماكو محتل بالعراق وماكو مقاومه، وانما ذولا مو مقاومه، ذولا ارهاب. وصف المقاومه العراقيه بالارهاب. هو ما طيب، ما وصف المقاومه العراقيه بالارهاب. انا هذا تصريح انا دا انقل، قال الجهاد التي تقصف اربيل هي مجموعات ارهابيه، وهذه المجموعات اللي قصفت اربيل وبحسب البيانات الرسميه للمقاومة والفصائل والبيش مرد والعفل وللحشد الشعبي وكل الجيش العراقي، قالوا إنهم إن هذه العملية مدانة وهي غير معروفة ولا عبد لها. إذا كان هكذا الأمر، معناه هناك جهات تسعى لتوريط جهة معينة باتجاه
أهداف أخرى. وحتى ظريف قالها بصراحة، قال من قصف أربيليا بلا توريط العراق أو يعني تهزيم العلاقة بين العراق وإيران، بمعنى أن الذي قصف بحسب وجهة نظر الفصائل المقاومة وليس من المقاومة، وبالتالي هذا الأمر يعني علينا أن نبحث عن الذي قصف وأن نعتقله وأن نحدد حركته. تمام. زين شنو المفروض من الجميع؟ شنو الغاية؟ هو لا ينتمي إلى الجميع. برأيك أستاذ غالب كمحلل سياسي، شنو الغاية من هذا التصريح؟ يعني ينقل هذا الخبر من مكان لمكان، هو للتهدئة مثلا وراح تنجح هاي السياسة؟ لا لا، احنا مرتين اذا 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 نتفق جميعا على انه هذا الضربه هي ضد هدفها الاساءة لجهه معينه، اذا نتفق حنقولها بصراحه، اذا كانت ضربه كما وصفت من قبل المقاومه انها تهدف للاساءة المقاومه، يكون تصريح واضح فين يقع في صالح المقاومه باعتبار الجهه اللي قامت بالقصف الارهابيه بحسب بصر الجهات المقاومة. وحتى الآن قبل قليل مع التصريح النائب حامد المسوي أيضا وصف اللي قاموا بالضرب هم جهات تهدف إلى الإساءة للمقاومة، وحتى اتهم جهة معينة بالتحديد، هذا اللي سمعته قبل نصف ساعة. إذا هذا الوصف بعد عن المقاومة، هذا جهة، الجهة الأخرى نحن نعرف أن كردستان دولة ولا تعترف حتى بالحكومة العراقية، تصدر نفط وتستوي وعد حدود وتشارك المسؤولية ولا يهتمون للحكومة العراقية، لا في حكومة حسين الكاظم ولا اللي قبله ولا اللي قبله، هم يفكرون دولة وقت معين وينفصلون. لذلك حينما يصرح شخص هو ينتمي للحكومة العراقية كوزير، ربما صرح كوزير مسؤول كشخص ينتمي لكردستان ولا ينتمي للعراق، ربما هذا التفسير. وحتى زيارته لطهران، أنا أضعها جزء من هذه الحكومة وجزء من طهران، وربما هناك تفاوض، هناك ما يجري خلف الكواليس هو غير الذي يجري أمام الشاشات. طبعا. أنا هكذا أرى، لذلك لا أستغرب من هذه التصريحات ولا يعني أعتبرها غريبة عني، لأني دائما أسمعها من هذا السياسي وهذا الآخر. تمام. السياسي الآخر. الأستاذ غالب الدعيمي محللا سياسيا، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل. من المقرر أن يستأنف مجلس النواب الاثنين المقبل جلساته، وذلك بحسب بيان لرئاسة المجلس. هذا وقد نشر مجلس النواب جدول أعمال جلسته دون أن يضمنه فقرة تخصيص قانون الموازنة المالية للعام. وضم الجدول عدة فقرات بينها القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، فضلا عن التصويت عن قانون الناجيات الأيزيديات. هذا وقد أهابت رئاسة مجلس النواب الحضور لجلسة الاثنين لتمرير قانون مواجهة جائحة كورونا لأهميته في ملف استيراد اللقاح. هذا وقد حضرت النائب علي نصيف من ردة فعل الشارع العراقي بسبب خلو جدول أعمال البرلمان ليوم الاثنين المقبل من فقرة التصويت على الموازنة للعام الجاري، وكتبت نصيف على صفحتها في موقع الفيسبوك إن جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لا يتضمن فقرة التصويت على الموازنة، ما يعني أن الحكومة متراخية مع الإقليم والشعب، هو من يدفع ثمن تأخير الموازنة. وحملت نصيف الحكومة وقيادات الكتل السياسية المسؤولية متهمة إياها بالمجاملة على حساب غالبية الشعب، وحذرت نصيف الحكومة من غضب الشارع. وأكدت النائب سهام الموسوي أن سبب تأخير إقرار الموازنة الاتحادية هو عدم حسم الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان. وقالت الموسوي أيضا أن الإيرادات النفطية والتزام أربيل بشأن الاتفاق على الموازنة وتسديد ديون الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان هي أبرز نقاط الخلافات الحالية بشأن الموازنة، مضيفة أنه لغاية اللحظة لا يجد أي اتفاق بشأن تثبيت حصة كردستان، والخلافات ما زالت مستمرة بين اللجنة المالية النيابية وبين حكومة الإقليم. الموسوي أوضحت أيضا أن البرلمان رفض وبشكل قطعي تسديد الحكومة الاتحادية لديون أربيل لشركات النفطية فضلا عن القروض الخارجية للإقليم. اتهم القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داوود حكومة إقليم كردستان بسرقة شعبها بشكل علني ودون أدنى خجل. وقال داوود
إن القرار الذي أصدرته وزارة المالية في سلطة الإقليم باعتبار رواتب الموظفين للأشهر التي لم يستلموها في الأعوام السابقة ادخاراً وديناً بذمتها هي سرقة واضحة وعلنية، مضيفاً أن حكومة الإقليم حتى الآن لم تقم بتسديد الرواتب المدخرة إجبارياً للموظفين في الأعوام 2015 و2016، معتبراً ذلك هي سرقة علنية وواضحة للمواطنين بالرغم من ارتفاع سعر النفط والانتعاش الاقتصادي الذي لا يعرف أحد أي نوعية للمعلومات عنه بسبب غياب الشفافية في إدارة كردستان. قالت كتلة التغيير النيابية إن أعضاها يعترضون لمحاولات تصفية أو يتعرضون لمحاولات تصفية، وأنها تلقت من جهات أمنية حكومية اتحادية معلومات مسبقة عن محاولات اغتيال لأعضائها. وقالت الكتلة في بيان لها إنه تم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية بالتهديدات التي تطالب أعضائها، مشيرة إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض الذي تعرض له النائب غالب محمد علي أمام منزله في السليمانية وتسبب له بإصابات في الوجه والرأس ما استدعى وضعه تحت العناية المركزة. وطالبت الكتلة الجهات الأمنية بالكشف عن الجنات وتقديمهم للعدالة. هذا وقد دان نائب رئيس حكومة الإقليم قوبات طالباني الهجوم على النائب غالب محمد علي رافضا ما سماه بأعمال التخويف والترهيب. من جانبه أكد نائب عن كتلة الأمل الكردستانية سارغوت شمس الدين أن الاعتداء الذي تعرض له النائب غالب محمد علي في السليمانية كان الهدف منه محاولة اغتيال والتصفية. وقال شمس الدين إن هنالك إرهابي سياسي يسبق عملية الانتخابات من أجل استهداف كل من يعارض سياسة أحزاب سلطة الإقليم ويتصدى لفسادها، مضيفا أن نواب المعارضة في الإقليم يتعرضون لشتى أنواع الاستهداف قضائيا وسياسيا وحتى حياتهم في خطر، وعلى بغداد التدخل لأن هؤلاء يمثلون الشعب العراقي بكامله ويجب حمايتهم أيضا. شمس الدين أكد أنه لا ثقة بنتائج التحقيق التي ستعلن عنها حكومة الإقليم، مطالبا بلجنة خاصة من بغداد للتحقيق في عملية استهداف النائب المعارض. من جهتها استنكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية ما تعرض له النائب غالب محمد علي من اعتداء بالسلاح الأبيض نفذه أشخاص مجهولون في السليمانية. واعتبرت اللجنة في بيان أن الهجوم اعتداء على جميع النواب، داعية السلطة في إقليم كردستان إلى فتح تحقيق بقضية الاعتداء على النائب وإلى إحالة المعتدين إلى القضاء لمحاكمتهم كي ينالوا جزاءهم العادل. للحديث عن محاولات القتل التي تطال المعارضين في الإقليم وسياسة تكميم الأفواه، معنا عبر الهاتف الصحفي عباس صحبة عزيز من السليمانية. مساء الخير أستاذ عباس. مساء النور، تحية لكم لجمهور قناتكم الكرام. أستاذ عباس، كيف يمكن تصنيف حادث الهجوم ضد النائب معارض لسياسة إقليم كردستان؟ هل هو إرهاب أم هم سياسة تكميم أفواه لكل معارض لسياسة الإقليم؟ لو شنو تسميك صحفي، تفضل استاذ. نعم، يعني الموضوع اعتقد بانه اخذ اكبر من حجمه المعتاد. اعتقد بان ما حصل هو يعني كرد فعل من جمهور يعني حزب معين في اقليم كردستان على تصريحات ادلى بها النائب غالب محمد خلال الايام السابقه، لانه كان لديه مؤتمر صحفي اضافه الى النائب شركوت شمس الدين، وهم يمثلون كتله الامل البرلمانيه بمجلس النواب العراقي الكرد في الذين شكلوا هذه الكتلة نتيجة لسياسات حكومة إقليم كردستان ومعارضتهم لهذه السياسات، إذا كانت في ملف النفط أو ملف التعامل مع بغداد أو ملف الشفافية أو ملف التعاون مع المواطنين في إقليم كردستان وآلية التعاطي مع الإيرادات الموجودة في إقليم كردستان. يعني هؤلاء النواب وخصوصا الدكتور غالب كان له دور مهم في الكشف عن كثير من ملفات الفساد، الكشف عن ملفات التربح و عدم وجود الشفافية في ملف النفط وملف التعامل مع إيرادات التي تدخل إلى إقليم كردستان.
ويسيطر عليها بعض الأحزاب المتنفذين في إقليم كردستان وبعض العوائل بالتأكيد. لذا أعتقد هذا التصرف وهذا الهجوم وهذه المحاولة التي وضعت في خانة اغتيال، وأعتقد بأنه كان رد فعل شخصي من قبل شخص محدد تجاه النائب. من هذا الشخص؟ ايش تعتقد من هذا الشخص؟ يعني أحد الموجودين بإقليم كردستان، لو هو شخص اعتيادي، لو شخص مصرح ضده، لو من هذا الشخص تعتقد؟ والله إلى حد الآن التحقيقات جارية، حتى الدكتور غالب محمد لم يريد أن يصرح أو يكشف أكثر من ما هو مطلوب في الوقت الراهن. خوف من سياسات الإقليم تعتقد، لو هو يعني مجرد أنه ما يريد اتهام أحد؟ هو كان يعني حذروه خلال الأيام السابقة بأنه يمكن أن تحصل محاولة للاعتداء عليه، محاولة للضربة، محاولة مثلا اغتياله، حذروه من أن يتخذ الحيطة والحذر، ولكنه يعني حسب قوله هو لم يعر اهتماما لهذه التحذيرات. والأجهزة الأمنية الآن يعني بدأت تحقيقا واسعا لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم لينالوا جزاءهم العادل. أعتقد بأنه هذه كانت ردة فعل تجاه ما تفضل به النائب الدكتور غالب محمد خلال الأيام السابقة والكشف مثل ما قلت عن الكثير من الملفات الفساد، ولكن عموما في إقليم كردستان يعني هذه الحالات تحدث يعني وتتكرر في كثير من الأحيان ضد الصحفيين، ضد النشطاء المجتمع المدني. هناك الآن يعني 5 أو 6 من نشطاء المجتمع المدني معتقلون يعني في أربيل، وصدرت بحقهم أوامر وأحكام مجحفة بالحبس والعقوبة. طيب. ولا زالوا في يعني معتقلين هؤلاء النشطاء والمدنيين لا لشيء سوى أنهم حاولوا أن يطالبون بحقوقهم الأساسية من رواتب وغيرها من الخدمات الأساسية. يعني وكانت الاتهامات الأحكام التي صدرت بحقهم أحكام مجحفة إلى حد ما، لأنهم لم يفعلوا شيئا، وكان جرمهم فقط محاكمتهم تمت لأنهم تناقلوا بعض الرسائل على موقع ماسنجر أو فيما بينهم يطالبون بالتجمع للدفاع عن حقوقهم، لتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم. تمام. لهذا الأمر حكموا بالسجن لمدة 6 سنوات لأنهم فقط تناقلوا رسائل عبر الماسنجر ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذه أحكام يعني مجحفة و ظالمة بحق الصحفيين والنشطاء الذين يجب أن يعني يستمع إلى قولهم وتحاول السلطة يعني تنسق مع مطالبهم والتقارير التي ينشروها لتتمكن من إجراء الإصلاحات وتحقيق الشفافية في الملفات التي يشوب الكثير من الفساد. سيد عباس إذا تسمح لي، هذا الأمر هو يتكرر في الكثير من الأحيان إذا كان على مستوى إذا تسمح لي على مستوى محافظات إقليم كردستان. خلينا شوية نحكي عن إقليم كردستان إذا تسمح لي أستاذ عباس، لأن هذا بالنتيجة سوف يضر بأمن واستقرار المجتمع بنحو عام، وأمن واستقرار البلاد. تمام. وحرية الصحافة وحرية التعبير، وهذا اللي بدنا نحكي عنه بالوقت الحاضر، لأنه النائب عن كتلة الأمل الكردستانية سرقوت شمس الدين قال إن الاعتداء اللي تعرض إليه النائب غالب محمد علي في السليمانية كان الهدف منه محاولة اغتيال وتصفية، وقال إنه هذا إرهاب سياسي قبل الانتخابات. يعني ممكن يكون هذا الاتهام إنه جزافن لو عن معلومات يعرفها هو النائب. حضرتك صحفي ويمكن انت تكون اسم الله الرحمن عليك ممكن تكون معرض لهكذا موقف في يوم من الايام. والله نحن يعني كصحفيين وكنشطاء يعني لدينا تصريحات وتقارير في بعض الجرائد والصحف، يعني يمكن ان نتعرض لمثل هكذا اعتداءات، ويعني كلنا معرضون لهكذا الاعتداء او حتى للقتل. يعني لا احد يعني امن على نفسه في هذا البلاد، ولكن عموما يعني يعني مثل ما قلت لك قبل أيام كان لي أن بين سركوت شمس الدين والدكتور غالب محمد تصريحات، إضافة إلى ذلك الدكتور غالب عندما كان عضو مجلس محافظة السليمانية أيضا كانت لديه مواقف جيدة وكشف الكثير عن القضايا غير القانونية التي كانت تجري، عن إدخال يعني وقود مسرقين إلى المحافظة، عن غيرها من الملفات المهمة. إضافة يعني في الآونة الأخيرة يعني كانت لديه مشاكل ويعني حساسيات ونوع من التشنج مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه اتهم قيادات هذا الحزب بأنهم لهم الدور الأكبر في مسألة الفساد وعدم تمكن يعني الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، وهم انعكس سلبا على أحوال المواطنين في إقليم كردستان وأدى إلى قطع رواتب الموظفين وغيرها من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الإقليم. أعتقد بأنه هذا كان جزء من تراكمات المشاكل بين هذا الحزب والدكتور غالب محمد، وأعتقد بأنه كان هذا الأمر
لا اعتقد بانه كان مدبرا ومخططا له من قبل الحزب الديمقراطي، ولكن اعتقد بانه حد مناصري او مؤيدي هذا الحزب حاول كشيء يعني امر فردي بان ينتقم من الدكتور غالب. هذا تصوري للامر وليس ما تقوله الاجهزه الامنيه، ولكن طيب. عموما التحقيقات جاريه ونحن بانتظار ما تمام. سوف تسمع تمام. عنه تمام. الاستاذ الاجهزه الامنيه تتمكن من تحقق شيء. الاستاذ الصحفي من السليمانيه عباس صحبه عزيز، شكرا جزيلا لحضرتك، نتمنى لكم ولكل الصحفيين من دهوك إلى سليمانية وكل إقليمنا العراقي وكل محافظاتنا الصحة والسلامة والأمان. فاصل. أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد عن عروض مشروع الربط من الفو باتجاه الحدود التركية عبر القناة الجافة إلى الاستثمار، وشدد مدير عام الشركة طالب الحسيني في بيان على أهمية مشاريع السكك المعروضة للاستثمار في دعم الاقتصاد ولتعظيم الموارد المالية للشركة، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع السكك ضمن قانون الاستثمار خصوصا ذات الجدوى الاقتصادية بالاعتماد على شركات رصينة، ومنها تنفيذ مشروع فاو الشعب الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية ومحور الربط إلى تركيا عبر ربيعة وفيشخابور، مع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسية لرفع كفاءاتها ضمن المواصفات العالمية، مشيرا إلى عرض أبرز المشاريع وخطوط السكك على شركة إيطالية مختصة في المجال السككي لدراسة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المطروحة ولتطوير بعض المفاصل لرفع كفاءة الخطوط وتأمين انسيابية سير القطارات بكل أنواعها. في الملف الأمني، كشف الناطق باسم محور ديالى الحف الحشد الشعبي صادق الحسيني عن تفاصيل قصف زور الإصلاح صلاح الدين أو شمال شرق المحافظة، وقال الحسيني إن التعاون الاستخباري بين الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية في محاور القواطع في محافظة ديالى كان لها إيجابيات كثيرة في رصد أنشطة خلايا داعش الإرهابية وبتفكيك العديد منها في الأشهر الأخيرة، مضيفا أن طيران الجيش استهدف 4 أوكار إرهابية في زور صلاح الدين قرب ناحية جلولة، وتؤكد المعلومات مقتل قيادي بارز في التنظيم. وأوضح الحسيني أن أوكارا لداعش استهدفت عدة مرات في زور الإصلاح خلال الأشهر الماضية نقاط للتفتيش، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التنظيم الإرهابي. في ملف جائحة كورونا، أعلنت خلية الأزمة النيابية تحديد موعد لاستضافة مسؤولي وزارة الصحة لبحث السلالة الجديدة للفيروس وتوفير اللقاحات. وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان إنه نظرا لتصاعد الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة ولصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي، وكذلك موضوع توفير اللقاحات لإطلاع الشعب ومثلية عن تفاصيل هذه الأحداث، قرر استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل. يقول المثل الشائع: تعددت الأسباب والموت واحد، لكن هذه الأسباب تختلف من مكان لآخر. محافظة البصرة مثلا يساهم السلاح المنفلت وغياب الردع الحكومي في نوع آخر من الموت أكثر خطورة وإيلاما، تلك هي النزاعات العشائرية المستمرة والتي يذهب ضحيتها في أغلب الأحيان مواطنين أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل. علي نعيم معه التفاصيل. كرار ابن 16 ربيعا راح ضحية الرصاص الطائش من النزاعات العشائرية التي تتجدد في محافظة البصرة. ذو كرار وأهالي منطقته طالبوا الحكومة بوضع حلول ناجعة للحفاظ على حياة المواطنين. احنا متأذين من هذه النزاعات العشائرية والسلاح منفلت بيد المزعطة وبيد الجهال، ومتأذين لا ليل إن راحة لا نهار إن راحة، ما مأمنين على حياتنا لا مأمنين على جهالنا. أنا وياه وابن عمي رايحين بيت عمي،
قاعدين هناك شوية وجينا، قال خل نروح للبيت هناك نقعد. وصلنا وين وصلنا هناك لمكان الحادث، ما نحس إلا قال أخي ما طاح، طاحنا ترانا الشغا ويانا من طاح، قلنا العوفا الشغا والله شوية، قام يشخر طلع من حال قدم. وأنا عمي هناك واقف، صحت علي ركضت لأبوي، صحت له خذوه للمستشفى. رحت علي ركضت لقيت شايل عمه وابن عمي شايلينه، ايش بيه؟ قالوا طاح ما ادري، لا بيصرع لا بيفشي لا مريض. شلنا ورحنا اقرب مركز صحي من مجمع طبي، رحنا علي شاف الدكتور فحصه قال ابنك منتهي. وانا اوجه كلمه عن الحكومه المركزيه الحكومه المحليه، اريدهم يشوفونا حل، يشوفونا حل. شنو ذنبي انا؟ شنو ذنبي؟ صرت ابي حاجه، شنو ذنبي؟ شيوخ ووجهاء البصرة من جهتهم طالبوا الجهات الحكومية بحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الأطراف المتنازعة التي تهدد أمن المجتمع. والله هذا مو صحيح، هذا أبداً مو صحيح، لأنه ما إحنا ما تأكد بها لا المرجعية ولا الإسلام. وبعدين إحنا عندنا أمر مرجعي، هذا الدقمة، الرمي كله مو صحيح، الرمي حرام، الرمي ما يجوز أبداً. العرس الموبي، اللي يموت واحد الموبي، اللي طهر واحد الموبي. الطوبة إذا صارت إحنا ندعي كنا ما نفوز بالعراق، لأنه أكثر الضحايا راحت رمي بلاش، وهذا تهور وهذا ننقر به. بالنسبة إلى كثرة النزاعات التي تحدث في مدينة البصرة وبالأخص في مناطق شمال البصرة وبالأخص في الآونة الأخيرة في منطقة القرمة، أحد نواحي محافظة البصرة، هي بسبب عدة يعني عدة أهداف. الهدف الأول هي بسبب وجود الثأرات العشائرية والمطلوبيات العشائرية التي لم تحسم طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك ضعف واضح في كافة عمل الأجهزة الأمنية، لأن لم يطبق القانون تطبيقا كاملا. ثالثا بسبب وجود يعني عوامل أخرى كالمخدرات والكريستال وكذلك الطالب والمطلوب. نزاعات عشائرية قديمة وحديثة تظهر بين حين وآخر، يسقط على أثرها قتلى وجرحى من طرفي النزاع ومن الأبرياء. ضحايا وأبرياء من هنا وهناك يسقطون نتيجة النزاعات العشائرية، فضلاً عن عدم وجود رادع للأطراف المتنازعة من قبل الحكومة. علي نعيم، قناة دبليو تي في وطن، البصرة. تعازينا من قناة دبليو تي في وطن لأهالي الطفل الوردة علي محمد، تغمده الله في رحمته. دعوة من دبليو تي في وطن للعيش إلى كل وجهائنا وشيوخنا وإلى كل من يهمه الأمر، عيشوا وخلوا الشباب والعالم تعيش. ختاماً دائماً وأبداً عناوين. بعد الاحتجاجات الدامية في الناصرية، الكاظم يتخذ حزمة إجراءات بينها تعيين الأسدي محافظاً لذي قار، وبيان الثوار يرفض إجراءات الحكومة. رغم تأكيد واشنطن، بغداد تنفي التعاون الاستخباري في استهداف مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. كمجاملة للإقليم، البرلمان يؤجل عرض الموازنة للتصويت، ونواب يحذرون من غضب الشارع.